ليش جالسين في الشارع؟ ما هو السبب؟ ذهبت أبحث عن وظيفة كم مرة وما لقيت، كل شيء لا يوجد. أنا ذهبت للجمعيات الخيرية والإجابة لا توجد وظائف. وأنت؟ أنا بلعب كورة، كل الفرق رفضت ألعب معهم. لابد أن تعملوا لكي تتطوروا. تعالوا لأقول لكم ماذا تفعلون. والصلاة والسلام على رسول الله. نحتفل اليوم بنهاية بطولة المملكة لكرة الطائرة وفوز نادي السم بالدمام المركز الأول. والآن ندعو الفائزين لاستلام جوائزهم، فليتفضلوا. عبد الله الزهراني، طارق المطيري، الآن الصم كثيرين جالسين في البيوت، والمتكلمين يتطوروا ويلعبوا الكرة وأشياء أخرى كثير ويثقفون أنفسهم، ونحن الصم لازم نخرج ولابد نتحمس نلعب كرة وننجح في جميع المجالات، نطور أنفسنا، ما نجلس في الشوارع ونتكلم فقط. انظروا إلى هذه الكؤوس التي أخذناها في النادي. الحمد لله الآن الصم يتطورون وفاهمين. المتكلمين والصم نفس الشيء، سواسية. واضح؟ بالصبر والعزيمة والإصرار تحقق النجاح.